مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة. نطالع في هذه الحلقة أهم وأبرز ما قالته المواقع الإخبارية اليمنية وأيضا الصحف العربية الصادرة هذا اليوم. البداية من الحملة الدولية للتضامن مع صحفيي اليمن والمعتقلين لدى الميليشيا. علق موقع بوست في صفحته الرئيسية: حملة دولية لإطلاق سراح الصحفيين من سجون الحوثيين والقاعدة. في تفاصيل هذا الخبر، يعتزم مجموعة من الصحفيين والحقوقيين والناشطين الإعلاميين اليمنيين إطلاق حملة دولية للتضامن مع زملائهم الصحفيين المختطفين لدى ميليشيا الحوثيين والقاعدة في الأول من الشهر القادم. وتحمل الحملة عنوان: أنقذوا المعتقلين أو الصحفيين اليمنيين تعبيراً أو أنقذوهم تعبيراً عن الحملة الإنسانية أو الحالة الصحية السيئة التي يعيشونها في سجون الحوثيين والقاعدة وتدهور حالتهم الصحية مع دخول إضرابهم عن الطعام شهره الثاني. ووفقاً للموقع، فإن الحملة تهدف بحسب القائمين عليها إلى الضغط على جماعة الحوثيين للإفراج عن الصحفيين المختطفين ومطالبة المنظمات الدولية والمحلية القيام بواجبها في حمايتهم، وكذا دعوة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى العمل على سرعة الإفراج عن 14 صحفيا مختطفا منذ أكثر من عام من قبل الحوثيين وحلفائهم. إلى عدن تايم، والذي تابع أحد الموضوعات وعنوان: حضرموت تجميد عمل الجمعيات والمنظمات المشتبه بعلاقاتها مع التنظيمات الإرهابية. وقال الموقع في التفاصيل نقلا عن مصادر إعلامية أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية ومقرها المكلا قررت تجميد عمل جميع المؤسسات ذات النشاط الخيري أو الدعوية التي يشتبه بوجود علاقات لها مع عناصر متطرفة. وقال أحد الصحفيين في المدينة إن المنطقة العسكرية الثانية بالمكلا أو قائد المنطقة فرج السالمين البحسني قرر إيقاف وإغلاق كافة الجمعيات والمؤسسات والتنظيمات التي تمارس نشاطا خيريا أو دعويا ويشتبه بعلاقات لها مع الجماعات المتطرفة. إنها الحرب، بهذا العنوان المختصر عنون محمد جميح مقاله المنشور في القدس العربي. وقال جميح في أجزاء من مقاله: المحادثات أجلت، هذا هو العنوان المخفف للعنوان الحقيقي الذي يتصدر الصحف التي لا نقرأها لسبب بسيط، هو أنها لا تصدر رغم أنها تنقل الحقيقة. العنوان الحقيقي: المحادثات فشلت، ماتت، تم دفنها في الكويت. الجماعة في الكويت يرتبون لكيفية أداء صلاة الجنازة عليها. أمير الكويت على قدره ومكانته لدى اليمنيين لم يستطع أن يجعل تحالف الانقلاب يقبل بتجنيب اليمن الحرب المقبلة. العالم الذي استنفر كل قواه لإقناع مهدي المشاط بالعودة عن الخطأ الذي ارتكبه عبد الملك الحوثي لم يفلح في المهمة، وضرب والد الشيخ كفا بكف واستنجد ببان كي مون الذي حضر إلى الكويت وعبر عن قلقه ومضى لحال سبيله. لم يدرك مون أنه كان مجرد جهاز تنفس اصطناعي لإنقاذ جثة هي أصلا في حكم الموت السريري، وغدا ينزع جهاز التنفس ويعلن عن موت محادثات الكويت. المحادثات التي قالت عجوز من باب اليمن لمراسلي إحدى الفضائيات معلقة آمالا عريضة عليها: يا رب ارجعوا بحل. رفع الجلسات إلى ما بعد إجازة العيد هو إعلان وفاة المحادثات التي ولدت أصلا ميتة قبل أكثر من شهرين. يتفلسف رئيس وفد الحوثيين يقول بأن تشكيل الحكومة مقدم على سحب الميليشيات وإعادة السلاح. يريد من العالم أن يقبل منه أن يضع العربة أمام الحصان، وأن هذا الإجراء هو التطبيق الفعلي للقرار الدولي. الرئيس السابق لم يقصر كذلك، أراد إفساد الطبخة والإجهاز على الجثة بصواريخه التي يرسلها بين الحين والآخر على مأرب وعبر الحدود. إلى موقع التغيير نت، والذي عنون في صفحته الرئيسية: القبض على السفاح الذي أرعب سكان صنعاء. وقالت مصادر خاصة أنه تم القبض على سفاح صنعاء الذي قتل عائلة يمنية في العاصمة صنعاء بمنطقة ذهبان قبل يومين. ونقلت المصادر ذاتها أنه تم القبض على المتهم من قبل سكان محليين في إحدى المناطق المجاورة لمنطقة ذهبان.
ومن عناوين التغيير نت أيضا: دمار الميليشيا تكلف مشايخ وعقال الأرياف بجمع الأموال لتمويل حروبها ورفع أسماء الرافضين. إلى موقع الصهاريج نيوز والذي عنون في صفحته الرئيسية: الرئيس يوجه بفتح مكاتب تسجيل الحجاج في المحافظات المحررة وإعطاء الأولوية لأسر الشهداء. وقال الموقع إن الرئيس هادي خلال لقائه ببعثة الحج أكد على فتح مكاتب تسجيل الحجاج في المحافظات المحررة وإعطاء الأولوية لأسر الشهداء من أبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، كما وجه بحل الإشكاليات التي تعرقل عمل بعثة الحج والعمرة بما من شأنه تسهيل مهام البعثة في خدمة الحجاج والقيام بواجبها على أكمل وجه. على الحوثيين ألا يفلتوا من العقاب. تحت هذا العنوان كتب طلال بن سليمان الحربي مقاله الذي أعاد نشره أكثر من موقع، ويقول الكاتب: لقد تفاءل الكثيرون خيرا بأن يؤدي المسعى الكويتي إلى انفراج في الأزمة اليمنية التي طال مداها بفعل تعنت وفد الإنقلابيين الذين استخدموا هذا التكتيك في مفاوضات جنيف التي انتهت هي الأخرى بالفشل. لقد ذهب وفد الشرعية إلى مشاورات الكويت بنية صادقة ووافق على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، لكن الوفد الآخر يرفض التوقيع على جدول الإعمال حتى الآن على الرغم من جريمة الخيانة الوطنية والتآمر على أمن البلاد ومصادرة قرارها الوطني خدمة للمشروع الفارسي، إلا أن حكومة اليمن المدعومة بقوة التحالف العربي تريد وقف القتال وتجنيب البلاد مزيداً القتل والدمار. لكن الواضح حتى الآن أن وفد الحوثي صالح لم يبدي حتى الآن أي جدية للمساعدة في التوصل إلى حل سلمي للأزمة، بل إنهم يريدون أن يفرضوا شروطهم للخروج من المشاورات منتصرين حتى لا يخسروا شعبيتهم الزائفة بين الجماهير اليمنية المضللة. منذ إعلان الهدنة لتهيئة الأجواء لإنجاح المشاورات لم يتوقف المعسكر المغامر عن العمليات العدوانية والاستفزازية، ولا تزال العصابات الحوثية حتى الآن تفرض الحصار على مدينة تعز، ولا تزال تطلق الصواريخ وقذائف المدفعية الثقيلة على المدنيين. وعن محافظة لحج عنون موقع المظهر أونلاين: نزوح عشرات الأسر من القبيطة في لحج خوفا من قذائف ميليشيا الحوثي وقوات صالح. الموقع نقل عن بيان للمقاومة بالقبيطة، جاء في هذا البيان: عشرات الأسر من أبناء مديرية القبيطة يغادرون بشكل يومي منذ مطلع الأسبوع الحالي ويتركون منازلهم باتجاه جنوب كرش. وذكر الموقع أنه تم نقل جميع النازحين من النساء والأطفال وكبار السن إلى مخيم أنشأته المقاومة الجنوبية لهم في منطقة عقان. الوضع الصحي المستمر في التدهور. حول هذا الموضوع عنون موقع يمن مونيتور: كارثة صحية في اليمن، أكثر من 200 ألف مريض بانتظار الدواء أو الموت. يقول الموقع في التفاصيل: اختفت الأدوية من السوق اليمنية خصوصا الخاضعة أو الخاصة بالأمراض المستعصية، ويوما بعد آخر يجد عشرات الآلاف من المرضى أنفسهم أمام خيارين لا ثالث لهما: الدواء أو الموت. ويتابع الموقع: وخلال الأيام الماضية وقفت المراكز الصحية الرسمية عاجزة عن تقديم أي أدوية لمرتاديها من المرضى جراء نفاذ الأدوية. مشاهدينا، قبل مطالعة أهم ما جاءت به الصحافة العربية اليوم، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نذهب الآن في جولة بين أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة اليوم، بداية من صحيفة السياسة الكويتية والتي نقلت عن قائد المنطقة العسكرية الثانية بمحافظة حضرموت اللواء فرج البحسني. قال أن قوات الجيش والمقاومة الوطنية اعتقلت 15 إرهابيا جميعهم يمنيون في منطقة فوه بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت. وأشار إلى أن المعتقلين على علاقة بتفجيرات مساء الاثنين الماضي، موضحا أن من تم القبض عليهم ينتمون إلى عدد من الخلايا الإرهابية، وتم العثور بحوزتهم أحزمة ناسفة وألغام وأسلحة، وكانوا يحضرون أنفسهم لأعمال إجرامية تستهدف نقاطا أمنية. كما أكد البحسني أنه تم إفشال مخطط إرهابي آخر في مدينة الشحر لإحداث تفجيرات بالألغام في خطوط أرضية وسط المدينة، وتم تفكيك تلك الألغام بنجاح.
مشيرا إلى أن ضحايا العمليات الإرهابية في حضرموت التي نفذها تنظيما أو التي نفذتها تنظيم القاعدة وداعش منذ تحرير مدينة المكلا قبل شهرين بلغوا 120 شهيدا من العسكريين و15 من المدنيين. ولفت إلى أنه في المقابل تم إطلاق سراح 19 شخصا لم يثبت تورطهم في تلك الأعمال الإرهابية من بين نحو 200 معتقل خلال الشهرين الماضيين. بالتحول إلى صحيفة عكاظ السعودية والتي عنونت صحيفة عكاظ عنونت معسكر للأطفال في شمال صنعاء، وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر قبلية في شمال صنعاء قيام الميليشيا الإنقلابية بحملة تجنيد إجباري للأطفال في 4 محافظات يمنية. وأوضح مصدر قبلي أن الميليشيات استحدثت معسكرا تدريبيا لمئات الأطفال في المحويت، وتقوم بإجبار الآباء على تجنيد أطفالهم تحت مبرر فرض الأمن والاستقرار وحماية مناطقهم. ويتابع الموقع أن الأهالي تفاجأوا بنقلهم إلى جبهات القتال في نهم، مبينا بأن هناك معسكرات أخرى استحدثت في عمران ويتم تدريب العشرات من الأطفال في المحافظة نفسها وفي محافظة حجة. بالتحول إلى صحيفة البيان الإماراتية والتي عنونت في إحدى صفحاتها اختتام الجولة الأولى من محادثات اليمن في الكويت بلا اتفاق، تقول الصحيفة في التفاصيل: أعلنت الأمم المتحدة تعليق مفاوضات السلام الهادفة لإنهاء الحرب في اليمن لأسبوعين، وذلك بعد أن سلمت الحكومة الشرعية والمتمردين نقاط مشروع خارطة الطريق، وعلى أن تعود الأطراف اليمنية إلى الكويت في 15 من يوليو مع توصيات عملية لتطبيق الآليات التنفيذية وتوقيع اتفاق ينهي الصراع بعد جولة طويلة من المحادثات تجاوزت شهرين ولم تثمر عن توقيع أي اتفاق حاسم عدا تشكيل لجان متابعة في الملفات المطروحة. الهويات المتوحشة، تحت هذا العنوان كتب السيد ياسين مقاله المنشور في صحيفة الاتحاد، ويقول الكاتب: صراع الهويات كان قائما في كل العصور، غير أنه كان كامنا ولم يسفر عن وجهه إلا في لحظات تاريخية فارقة. ولذلك صغنا قانونا عاما مفاده أن الهويات المتصارعة في العالم العربي انتقلت من حالة التوازن إلى حالة الصراع، غير أنه إذا تأملنا ما يحدث في ليبيا بين القبائل والدولة، وما يحدث في اليمن، وما يحدث في سوريا، لأدركنا أن صراع الهويات انتقل من حالة الصراع العنيف إلى حالة التوحش، والتي لا سابقة لها في التاريخ العربي الحديث والمعاصر. وقد أتيح لي أن أقوم بدراسة منهجية لحوالي 25 كتيبا من كتب المراجعات، وقد خلصت من دراستي التي نشرتها بعنوان مراجعة الفكر الإسلامي المتطرف إلى أن الآلية الأساسية التي اعتمدت عليها هذه الجماعات التكفيرية هي القياس الخاطئ والتأويل المنحرف. واكتشفت أيضا أن هذه المراجعات لم تكن سوى تراجع تكتيكي. صحيفة العربي الجديد تابعت تطورات المعارك في مدينة تعز وعنونت: الحوثيون يهاجمون مواقع الشرعية غرب تعز. تقول الصحيفة في تفاصيل هذا الخبر: شنت قوات تحالف الانقلاب قصفا صاروخيا ومدفعيا عنيفا على مواقع مختلفة في تعز، وتركز القصف المتواصل على موقع مقر اللواء 35 مدرع الموالي للشرعية غرب المدينة. وأوضحت مصادر ميدانية أن الميليشيا الإنقلابية أطلقت أكثر من 50 صاروخ كاتيوشا وقذائف هاون باتجاه مقر اللواء 35 ومناطق جبهة غراب المحيطة، فيما سقط عدد من الصواريخ والقذائف على موقع السجن المركزي ومنطقة عقاقة وصولا إلى منطقة بيرباشا. إلى صحيفة الخليج التي جاء فيها: فيما يخص الشأن اليمني، الأمم المتحدة تستعد لمعاودة فتح مكتبها في مدينة عدن. تقول الصحيفة في تفاصيل هذا الخبر: تستعد الأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة لمعاودة عمل مكتبها في العاصمة المؤقتة اليمنية عدن، وستقوم في تلك الفترة بتدشين العديد من البرامج الإنمائية والأمنية. وكان محافظ عدن عيدروس قاسم الزبيدي التقى في عدن وفد الأمم المتحدة وأكد لهم استعداده توفير الحماية الأمنية اللازمة لوفد الأمم المتحدة لأداء مهامهم بكل طمأنينة وتوفير استشاريين أمنيين للتعاون مع الأمم المتحدة.
إلى صحيفة القدس العربي والتي تابعت الشأن اليمني أيضاً، تصاعد القتال في مدن يمنية متفرقة بالتزامن مع تعليق مشاورات الكويت للشهر المقبل. تقول الصحيفة في التفاصيل إن هناك تصعيداً مفاجئاً في تعز، كما تقرع طبول الحرب بشدة في المحافظات الشمالية والشرقية من البلاد، رغم التزام طرفي الصراع أمام المجتمع الدولي في الكويت بتمديد وقف إطلاق النار. وكانت مشاورات السلام اليمنية المقاومة في الكويت قد أنهت أمس أو انتهت يوم أمس، يعني انتهت بسبعين يوما بالاتفاق على تعليق جلساتها التي خيم عليها الانسداد التام إلى ما بعد العيد، والعودة في جولة جديدة ستكون الأخيرة من عمر المشاورات اليمنية الأربعة المقاومة منذ اندلاع الحرب. وتتابع القدس العربي، طيلة 70 يوم لم تتمكن مشاورات الكويت من تحقيق أي تقدم جوهري في جدار الأزمة، وأصاب قرار تأجيلها الشارع اليمني بخيبة أمل لعدم تحقيق السلام المنشود. الحوار أو الانتحار، تحت هذا العنوان كتب فيصل القاسم مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي، ويقول القاسم: من المحزن أن المتصارعين مذهبياً وطائفياً في عالمنا التعيس لم يستفيدوا قيد أنملة من تجارب التاريخ وصراعاته المشابهة، وإلا لما دخلوا أصلاً في صراعاتهم الحالية التي تعتبر نسخة هزلية عن حرب 30 عاماً في أوروبا بين البروتستانت والكاثوليك. صحيح أن المسلمين سبقوا البروتستانت والكاثوليك بقرون في صراعاتهم السياسية المتدثرة بثوب ديني ومذهبي منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المسيحيين عادوا بدورهم وطبقوا مقولة كارل ماركس: التاريخ يعيد نفسه في المرة الأولى كمأساة وفي الثانية كمهزلة، دون أن يستفيدوا بدورهم من تجارب المسلمين المريرة. وها هم المسلمون يكررون كوارثهم التاريخية الآن دون أن يستفيدوا بدورهم من صراعات المسيحيين في القرن السابع عشر. بعض الجاهلين بحقائق التاريخ كما يجادل الباحث والكاتب سعد محيو يعتقدون أن ما تمر به منطقتنا من صراعات وحروب مذهبية وطائفية فريدة من نوعها، بينما هي في الواقع مجرد نسخة كربونية عما فعله الأوروبيون ببعضهم البعض قبل أكثر من أربعة قرون. إنها منطقة يمزقها الصراع المذهبي بين تقاليد واجتهادات متنافسة في الدين نفسه، لكن الصراع يجري أيضا بين المعتدلين والمتطرفين، وتغذيه القوى الإقليمية المجاورة والقوى الدولية التي تسعى إلى تعزيز مصالحها الخاصة وزيادة نفوذها. النزاعات تحدث بين دول المنطقة وفي كل دولة، بحيث أصبح من الصعب التمييز بين الحروب الأهلية وبين الحروب بالواسطة وبين الصراعات الدولية والإقليمية. إذن مشاهدينا، بهذا القدر وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية لهذا اليوم. لم يتبقى سوى أن نشاهد سويا مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية، وحتى الملتقى أترككم في رعاية الله وحفظه.